الأغنية أو النشيد سلاح ثوار سوريا الجديد في مواجهة النظام، تعددت ألوانه ورسائله الثورية. نشيد الجيش السوري الحر واحد من تلك الأغاني التي مجدت هذا الجيش ودعت إلى الانضمام إليه. سوريا لا تنحني يا من لا أذل ولا أهان. أنا لا أذل ولا أنحني، قصيدة غنائية أخرى عاشت تفاصيل عرس الدم اليومي للمشهد السوري في محاولة لرفع روح تحدي الثوار في مواجهة غضب الرصاص. أنا لا أذل ولا أهان. بنت عم بتقول لأبوها لا تطلع بي من البيت. الاستعداد النفسي والثقافي لدى السوريين كان حاضرا في شحذ الهمم لتنتشر أغاني الثورة سريعا في أوصال الشبكة العنكبوتية.